السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوهات بنحكي عن استرجاع المحادثات اللي على الواتساب انحذفت. نفوت على الواتساب، مثلا هذا اول واحد، محادثة هاي انحذفت معنا، نفترض انها انحذفت، بدنا نسترجعها. اول اشي تفوت على التطبيقات، بعد ما تفوت على التطبيقات تفوت على تطبيق الواتساب نفسه على قسم التخزين، هاي الواتساب، هاي مكان التخزين، نفوت عليه، بنعمل مسح البيانات، مش مسح التخزين المؤقت، لا مسح البيانات. اوكي، مسحت هاي صفر تحت، طبعا بيانات صفر، الذاكرة المؤقتة صفر. اوكي، بنرجع نفوت على مدير الملفات او ملفاتي، وحدة التخزين، في ملف واتساب، هاي واتساب، في هان داتا باس، نفوت عليه، هاي موجود اللي هو اول واحد او ثاني واحد، نفوت نضغط عليه، نضل ضاغطين عليه شوي، ثلاث نقاط هاي اللي فوق، نعمل إعادة تسمية، إعادة تسمية، بنحدد هون التاريخ، كله هذا التاريخ نشيله ونحط باك أب بدون أي فواصل. أوكي، واحد إعادة تسمية، نطلع نفوت على الواتساب، بيكون محذوف كل الرسائل، وحتى الرقم التلفون بيكون مش موجود. بدك ايش؟ ترجع تفعل من اول وجديد، الموافقة والمتابعة، ندخل على التلفون، رقم التلفون، نستنى رسالة الاتصال. هيها وصلت الرسالة، نعمل متابعة، سماح انه بيستخدم رقم جهة الاتصال، هسا بيبحث عن نسخات احتياطية، اي نسخة احتياطية طبعا اللي سويناها احنا هسا وغيرنا رقم التلفون راح يسترجع، نعمل استعادة، يعني هيك بيقعد دقيقتين او ثلاث دقايق لأنه حجمها كبير شوي، 1 جيجا. نعمل التالي، خلص استرجعها، بنكتب الاسم، هسا بنشوف انه كل الرسائل الموجودة الاولانية، كل الرسائل اللي محيتها بتكون موجودة، والرسائل الثانية هيها لساتها موجودة. طبعا الأحسن إنها نحط يومي أو أسبوعي حسب النت المتوفر عندك، بالنسبة لي بحط أسبوعي. تم، هيها موجودة الرسالة نفسها بالضبط. وصلنا لختام الحلقة للفيديو، نشكركم على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.